هنتكلم النهاردة عن كاتب عالمي، هو الكاتب جوزيف كونراد. هو كاتب بولندي من بولونيا، بس المدينة اللي كان ولد فيها أصبحت أوكرانية. عاش حياة بائسة هو وأسرته، وله العديد من المؤلفات الكتير جدا زي هارت أوف داركنس، أشهرها هارت أوف داركنس. إن شاء الله يبقى لنا برضو تحليل وتعقيب على رواية هارت أوف داركنس. هنتكلم النهاردة عن روايته نوسترومو. خلينا نشوف مع بعض نوسترومو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض قصة نوسترومو لجوزيف كونراد. نوسترومو لجوزيف كونراد. طبعا نادر قوي ان احنا نلاقي تلخيصات او شرح باللغة العربية، مفيش مواقع يمكن بتشرحها، عشان كده هنبدأ نشرح مع بعض الرواية ونشوف ماذا كان يعنيه جوزيف كونراد بروايته نوسترومو. طبعا نوسترومو مستمدة بالاسم الايطالي، يعني هو اصلا مصطلح ايطالي بمعنى رجلنا، our man، نوستر الضمير نحن، واومو اللي هو الرجل، نوسترومو الرجل الخاص بنا رجلنا. نوسترومو is Conrad's most expensive and ambitious political novel. هي الأكثر طموحا وسياسية، رواية سياسية وطموحة. A story that examines how both societies and individuals are adversely affected by the process of government in its most brutal form. هذه الرواية بتفحص كيف كل من المجتمعات societies والأفراد individuals، الأفراد، كيف كل من المجتمعات والأفراد are adversely affected، كيف بصورة سلبية تأثرت بأعمال الحكومة، the process of government. يبقى هذه الرواية السياسية والطموحة هي قصة لتفحص كيف المجتمعات والأفراد تأثرت سلبا بأعمال الحكومة. In its most brutal form، في أبشع صورها، وفي الأكثر، في الصورة الأكثر وحشية. The book combines several of Conrad's recurring themes, most notably the harmful effect of imperialism, the baleful influence of wealth, and the evil results of individuals acting without the restraints of inner moral codes. يبقى الكتاب يجمع عدة أمور على التناوب. يبقى الكتاب يجمع عدة موضوعات متناوبة، recurring themes، موضوعات متناوبة لكونراد. يبقى الكتاب يجمع بين عدة موضوعات متناوبة، most notably the harmful effect of imperialism. يبقى الصورة الأكثر إيلاما لتأثير الإمبريالية.
the baleful influence of wolf، التأثير المؤذي للثروة، and the evil results of individuals acting without the restraints of inner moral codes. يبقى الآثار الشريرة للأفراد الذين لأفعال الأفراد بدون أخلاق. يعني بمعنى معنى الجملة إن الكتاب يجمع عدة موضوعات متناوبة، الأكثر إيلاما، التأثير الأكثر إيلاما للإمبريالية، التأثير المؤذي للثروة، والنتائج الشريرة للأفعال الفردية بدون اعتبارات أخلاقية. The story is set in the occidental province of Costaguana. يبقى في عندنا الولاية الغربية لكوستاجوانا. يبقى في عندنا هنا بيئة تخيلية، تم تخيل مجتمع في مدينة متخيلة من الخيال اسمها كوستاجوانا، هي الولاية الغربية لكوستاجوانا، في بالضبط يعني في الولاية الغربية لكوستاجوانا. A nation in the Central America، في هي وطن في منتصف في أمريكا الوسطى. Isolated behind an almost impassable mountain range and situated on a bold but windless bay. يبقى موجودة في، هي منعزلة خلف جبال، منعزلة خلف جبال وعرة، خلف جبال وعرة. impassable mountain، impassable mountain، جبل وعر، أو منطقة جبال وعرة. and situated on a road but windless bay، يبقى واسع ولكن بدون، ليس به رياح، خليج واسع بدون رياح. اسمه ايه بقى الخليج ده؟ جولفو بلاسيدو. جولفو بلاسيدو، طبعا الموضوع كله خيالي متخيل. يبقى هي منطقة اسمها كوستاجوانا، كوستاجوانا دي في منتصف في أمريكا الوسطى، منطقة معزولة خلف جبل وعر وواسع، خليج واسع وليس به رياح، اسمه كوستا جولفو بلاسيدو سولاكو. The capital city of province، يبقى الإقليم في العاصمة بتاعته اسمها سولاكو. has for centuries remained outside of events، يعني لعدة قرون ظلت خارج الأحداث. يبقى المنطقة دي أصلا يعني كانت منسية، كانت منسية. سولاكو's only importance comes from the riches of its nearby silver mine. يبقى أهميتها تأتي من غناها بمنجم الفضة، known as the gold concessions. يعني لا، في يعني معروفة بأنها، إن اللي واخد امتيازه جولد، واحد اسمه جولد أو عائلة جولد. because it is the operated by an English family of the man of that name. لأنها تم تشغيلها من خلال الإيه، العائلة الإنجليزية التي تحوي نفس الاسم.
The girls who have lived in Costaguana for three generations. يعني كان في ثلاث three generations، ثلاثة أجيال لهذه العائلة، يعني الأب وبعدين الابن وبعدين ابن الابن، يعني كل دي كانوا كل الأجيال دي كانت بتحمل امتيازات للإيه، لهذا المنجم الفضة. Are permitted to work the mine so long as they pay sufficient bribes to whatever government happens to control Costaguana. يبقى يتم دفع رشوة، طالما انت بتدفع رشوة لأي حكومة مهما كانت تتحكم في كوستاجوانا، يبقى تقدر انك انت تتحكم في منجم الفضة بتاعك. يعني معنى كده ان يتم دفع رشوة ان ال جولد فاميلي او عائلة جولد تدفع رشاوي لأي حكومة موجودة تتحكم في كوستا جوانا. طيب وصل بقى الأجيال، وصل لجيل تشارلز. تشارلز جولد who has brought the mine to its greatest productivity. يبقى وصل المنجم لأعلى productivity، لأعلى إنتاجية. has grown tired of this endless extortion and resolves to throw his great wealth behind a revolution that will finally bring a responsible government to power in Costaguana. هو زهق خلاص، زهق من هذه الرشاوي التي الغير المنتهية، وخلاص يعني هيسيب الموضوع ده للثورة التي تصبح متحكمة في الحكومة وتصبح لها القوة في كوستاجوانا. يعني خلاص، يعني لما يوصل لإن يبقى الموضوع وصل لإن شارلز جولد زهق خلاص من موضوع بقى الرشاوي الغير المنتهية، فخلاص بقى نوى يسيب، نوى خلاص ما يدفعش بقى ويترك الأمر للثورة اللي أصبحت مسؤولة عن الحكومة وأصبح لها القوة في كوستاجوانا. The novel also follows the career of its title character. يبقى الرواية بتثير في عنوان الشخصية. An Italian immigrant واحد طلياني مهاجر، who is the leader of the stevedores and the other dock workers. إنه قائد لعمال الحفل التفريغ والحمل والعمال الميناء الآخرين. يعني هو قائد في المرحلة أو الفئة العمالية دي، هو قائد ليهم. in سولاكو هاربر، في ميناء سولاكو، and whose real name is جيان باتيستا فيدينزا. اسمه أصلا باتيستا فيدينزا، بس طبعا سموه نوسترومو، رجلنا. فيدينزا has been given the nickname نوسترومو meaning one of ours. يبقى مين اللي سماه الاسم ده؟ by the Englishmen who operate Costaguana's shipping line. من خلال رجال الإنجليز الذين يشغلون حركة الشحن الموجودة في كوستاجوانا. And is valued by his English masters for his ability to discipline his fellow workers. طبعا من خلال الرؤساء، رؤساء الإنجليز
بسبب قدرته يبقى تم تسمية هذا الاسم له اللي هو نوسترومو. ليه بقى تم تسميته؟ بسبب ان هو عنده قدرة for his ability to supply his fellow workers، عشان ان عنده قدرة على تأديب وانضباط، عمل انضباط للعمال اللي تحت منه. He is also a brave and resourceful individual، هو ايضا شجاع ورجل ليس له موارد، يعني موارد، يعني له قدرات خاصة. And when the gold inspired the government seems about collapse following another revolution، لما كان في حس لجولد ان الحكومة على وشك الانهيار، كولابس على وشك الانهيار من خلال ثورة أخرى، نوسترومو is ordered to تم إعطاء أوامر له to transport a shipment of silver، لنقل شحنات من السيلفر to safety outside كوستاجوانا. After his small craft is nearly wrecked، يبقى بعد أن أصبحت حرفته تقريبا محطمة، ما خلاص بقى الثورة جت وما عادش له لازمة، فخلاص قالوا له طب خلاص أنت إيه، تبقى مسؤول عن نقل الشحنات من الفضة لتأمينها خارج كوستاجوانا. طبعا نلاحظ ان القصة دي نوسترومو لجوزيف كونراد. جوزيف كونراد ده رجل بولندي، هو كاتب بولندي. المدينة اللي ولد فيها كانت بولندية بس اصبحت اوكرانية. تم نفي والده لتوجهاته السياسية، يعني هو بصراحة عايش مأساة في حياته، وتوفت والدته، ويعني في مأساة في حياته. إنما هو أساسا بولندي، بولونيا، من بولونيا، وأصبحت المدينة اللي ولد فيها أصبحت أوكرانية. It is about Nostromo is a story about Italian sailor، هي عن بحار إيطالي، loyal to rulers of country، هو مخلص لحكام المدينة أو الدولة، حكام الدولة. But realizes that he has been a pawn in political game affecting both him and citizens of fictional region كوستاجوانا. لكن هو عارف ان هو في النهاية لعبة سياسية، يعني هو ما هو ت يعني تم الزج به في لعبة سياسية أثرت عليه وعلى المواطنين في القطر التخيلي اللي اسمه كوستاجوانا. طبعا ده زي ما احنا عرفنا من القصة بكده، أعتقد نكون خدنا فكرة عن القصة. نوسترومو تستحق القراءة، نوسترومو لجوزيف كونراد، وإلى اللقاء في قصة أو رواية أخرى عالمية. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.